تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال ال24 ساعة الماضية من ضبط 494 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 135 طن. وتم ضبط قرابة 16 طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع، فتم ضبط قرابة 109 أطنان، كما تم ضبط 10 أطنان أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء. اما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 717 قضيه من بينها 160 قضيه خبز ناقص الوزن و 122 قضيه خبز غير مطابق للمواصفات. هذا وتم ضبط 19 قضيه في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومه توريد الارز الشعير بمضبوطات بلغت اكثر من 297 طنا.